هاي السلام عليكم كيف حالكم طيبين المهم اليوم خرجنا برا مع الاطفال كذا قلنا خلينا نمشيهم ومساكين كان عندهم جازة يومين وبعد اليومين هذي حيبت اختبارات خلاص حينكرفوا المساكين بس والله خرجنا منهم وكان كذا حديقة قريب بيتنا شوية وتونسنا وجلسنا رحت مع أخواتي وأخوي ذا وأختي الصغيرة وبنت أختي هذه العسل اللي, فوق بس والله اتمشينا هذه معصب عليا ما أدري ليش والله ما أدري كانت مطرطة عليا المهم رحنا ناكل أهم شي الجوع تروح في حديقة وأي مكان تتمشي خلاص يكون عينك على أكل على الأكل. وين الأكل وناكل بدون الأكل اصلا ما ما نتونس والله اشترينا شاورما وعصير وكذا وجمبري و... وبس والله حطونا في كرتون يعني انه حركه جديده <applause> وانا مدري واخر شي شربنا شاهي وبس والله انت خلص ساعة بس والله انتبهوا في نفسكم السلامة السلام عليكم الله باي